منعنا سكن أكثر من 5 أشخاص من النازحين بوحدات سكنية. أخذنا إجراء تاني بمنع سكن بالغراجات وبالمحلات، وهي صارت ظاهرة بالمنطقة عنا، صاروا المواطنين يأجروا المحلات بصورة غير قانونية ويعملوا فيها حمامات ويقسموها. منعنا أي متعهد من النازحين السوريين ياخد أو يشتغل بمنطقة جيزين، وخبرنا كل المواطنين أنه في حال لاحظوا على حدا عم ياخد ورش عمار دغري خبرنا تناخد الإجراءات يلي هي محضر ضبط. في موضوع السيارات الغير قانونية، ما بتلاقي غير اخوتنا النازحين عم بسوق سيارات منها مسجلة، كمان اخذنا قرار بالتشدد بهذا الموضوع. ظاهرة كمان بينت بكل لبنان بيع الخضار على الطريق، هون بحمل جزء من المسؤولية للبنانيين لانه بتحسين عم بغطون، بقولهم بيشتغل عندي هو بكون مستأجر شيء عنده بالعكار وعم بيع على الطريق. هذا بوجه كمان يداء للبنانيين ما يفوتوا بهيك مواضيع غير قانونية. اكيد في صعوبات، بس لازم يكون في عنا إرادة، النتيجة في قانون، أو بدنا نطبق القانون أو ما خرج نكون مسؤولين. للبلديات دور أساسي، عليها تلعب دور على الأخير، وإنما عليها الحكومة كمان وعلى القوى الأمنية تكون سند لهم. مصلحة لبنان ومصلحة اللبنانيين والمواطنين اللبنانيين فوق كل اعتبار، بس ناخذ بهذا الشيء بعين الاعتبار نحن بتصور يعني بنقوم بواجباتنا. تبليشي كانت بسنة 2014 اللي كانت أكبر مداهمة بالمنطقة الصناعية بمنطقة راس الديكوانة. كان وقتها في حوالي 11,000 نازح سوري. كملت هالمداهمات أما التفتيش لغاية تاريخه، وصل لحين من 8 أشهر لحوالي ما يقارب العدد من 2400 لماكسيموم 3000 بين عائلة وفرد. يعني أول شيء وقتها كانت في الحرب مع داعش، طبيعي أنه نشوف إذا معهم سلاح، معهم سكاكين، معهم شيء غير قانوني، وصار في ضبط لعدة أشخاص وتوقيفات لعدة أشخاص. نحن هون أول بلدية بلشنا بهالمضيع، سكرنا محلات، بس للأسف يعني يطلع بجنا أشخاص لبنانية يقولوا أنه نحن هذا المحل اللي أنا حطه مؤقتا، رحت مشوار صغير وجيت كان السوري موجود، نحن سكرناه هون، يرجعوا بعد الأوقات يرجعوا يفتحوا، نرجع نسكر، يصير في خلافات كتير مع اللبنانيين، ندقي أكثر لحين ما توصلنا لمؤخرا هلأ بالوقت الحاضر أنه سكرنا كل المحلات اللي عم يشغلوها سوريين هن على حسابهم الخاص. فتنا على كل المؤسسات والشركات والتكاكين والمول وغيره، عملنا استمارات للأشخاص القانونيين وعطينا للأمن العام الأصليات والصور خليناهم عنا. أما الوضع الغير قانوني أخذنا وراءهم لمكسورة إقامته، حطينا شو وضعه، إنه هيدا وضعه غير قانوني اللي فايت خلصي. كمان وضحنا بموجب ورقة رسمية كمان للأمن العام حطيني هون، إذا بتمنى تشوفوا هودي الأسامي الوضع غير قانوني. قدمنا بكتاب للأمن الأمن العام لحضرة اللواء ولوزارة الداخلية تنحطها للعلم وخبر إنه البلدية شو عم تعمل. صار في اجتماع تنسيق بيننا وبين الأمن العام أنه نفتح خط بيناتنا لضبط المخالفات أكثر وأكثر. وبالفعل اتفقنا. طب نحن إذا بلدية ساحل المتن الشمالي، عم بحكي عن الساحل فقط لا غير، من سن الفيل لبي أخذنا هالتدابير اللي أخذتها بلدية الديكواني وعملنا تنسيق مع الأمن العام. طب قد ايه بيساعد؟ إجاني تليفونين شخصين سوريين عم بيحكوا لهجة سورية، هددوا بالقتل انا او عائلتي. قدمت بالشكوى اللازمه ونعرف من وين صار في الاتصال، وان شاء الله بيعرف وقت انه بيكونوا بقبضه القوى الامنيه.